يعني قدوميته يعني يقرب من حوالي 600 سنة، وكان يقنط فيه اللي هم الطلبة المغتربين بتوع الايه بتوع الأزهر، اللي هم بيجوا من الدول الايه الإسلامية، لأن جامعة الأزهر هنا هو في الدراسة. فطبعا أقرب مكان كانوا عاملين ليهم إن هم يقطنوا فيه يسكنوا فيه يعني، ها اللي هو إيه رابع الإيه الصلاح ده. الكلام ده من حوالي 600 سنة. المبنى هنا 3 طوابق، لأن في موجود سلم ولا زال دلوقتي موجود سلم، وحيطة عالية موجودة الآثار سايبها. ده بيدل السلم بيدل على ايه؟ على المكان، انه في مكان طالع تاني موجود. اول مبنى التجار اللي بيجوا من الشام يبيعوا بتاعته هنا في مصر، وبعد مرور الايام بقى مدينه جامعيه لجامعه الازهر. طلاب الجامعه بيسكنوا هنا وكملوا بتاع حسين بيتسكن، بس مش قادر حد يدفعني برضه من الاوضه دي. وبعد كده بقى ورش ومحلات ومحلات هنا في زي ما انت شايف دلوقتي، واحنا هنا شغالين شغل المشروع والصرف حبا عن جد يعني. يعني انا سني مقارب على 60، شغال في المنيا دلوقتي 45 سنة. زي ما انت شايف بقى احنا شغالين في البربلات والبلاويز والترابيزات، ونعمل تجهيزات جوامع ونرمم المساجد قديمة ونرمم كنائس قديمة، ونشتري من احنا فاتحين يمين لسه في طبعا. بس هو من بعد الثورة حركة البيع والشراء يعني كتير. أنا هنا بقالي أكثر من 15 سنة، وورث مهنة عن والدي اللي هي الشرتشي، وشغل كانت بتعمل منه نحاس وفضة وده. بس حاليا الورشة اللي أنا فيها شغلها فضة. شغال عند الحاج حسن ياقوت، ورشة من أقدم الورش الموجودة في مصر كلها، بقالها أكتر من 100 سنة، من المؤسسين الرابع هنا من زمان. الرابع هنا بيحتوي على بازارات وورش، تشكيلة شغل مع بعضيها وفيها مهن كلها يدوي وحاجات كلها مميزة. يعني عندنا هنا فضة في النحاس في الأرابيسك، في حاجات كتير يعني إن شاء الله.